أورام عنق الرحم اللي هي ممكن تصيب السيدات بسبب فيروس ممكن يعمل التهابات في عنق الرحم. هذه الالتهابات المزمنة قد تؤدي بعد فترة طويلة إلى حدوث أورام سرطانية. الحماية من هذه الالتهابات سهل عن طريق مصل ممكن يتاخد في السن مبكر لو في أعراض عندنا زي وجود إفرازات زي وجود دم. كل دي أعراض تخلينا نروح نكشف عند دكتور نساء أو نروح نكشف في مكتب الصحة بحيث أن احنا نطلب الفحص اللي ممكن يخلينا نكتشف هذه الأورام في مرحلة مبكرة وعلاجها بأسهل طريقة ممكنة بدون الدخول في مراحل متأخرة اللي بيكون العلاج فيها أصعب شوية. لأن فحص السيدات المتزوجات عن طريق عمل مسحة ممكن يبين لنا إذا كان الالتهابات دي موجودة ولا لا، وبالتالي دي أحد العوامل المسببة للأورام، وممكن يقول لنا إذا كان في خلايا مش طبيعية ولا لا في عنق الرحم، وبالتالي نقدر نعالجها بدري بدون حتى الوصول لعمل جراحة استئصال للرحم كله.